خد. ازيك يا حبيبتي؟ انت لسه زعلانه مني؟ يمكن وعدتك وعد وما قدرتش اوفيه، بس صدقيني وعدي ليكي ده ما كانش بينام الليل. عملت المستحيل عشان اقدر انفذه، بس النهارده انا جاي ابشرك اقولك اني قدرت اصون الوعد. برضه مش مصدقاني؟ طب استنى. عمر ازيك يا ماما؟ ايوه يا هدى، عمل عمليه وخف. بالراحة يا هدى على الولد، ده لسه في فترة نقاهة. مش مصدقة، مش مصدقة إني شايفاه قدام عيني. أنا كنت خلاص يئست إني هشوفه تاني. ربنا كبير يا حبيبتي. فعلا يا سيادة الرائد، ربنا كبير. اللي يشوف المدام من 10 دقايق ما يشوفهاش دلوقتي كانت رافضة الحياة ويأسة خالص. يعني بيتهيألي يا دكتور هي ممكن دلوقتي ترجع زي الأول، خصوصا إن عمر رجع لها تاني. ده أنا روحي كانت رايحة مني ورجعت لي تاني. أنا أكدت لك يا سيادة الرائد إن اللي عند مراتك ما كانش مرض، كان مجرد عرض. يعني هي ممكن تخرج النهارده؟ ممكن جدا، ليه لأ؟ أخيرا ربنا هيجمع شملنا تاني. كل شيء بأوان. يا ما أنت كريم يا رب. وحشتيني. وأنت كمان. أخيرا رجعنا زي الأول وبقى عمر وسطينا. أنا كنت خلاص يئست. أنا مش مصدقة إن كل ده كان ممكن يحصل. الحمد لله ربنا موجود. المهم طمنيني، انت كويسه؟ ما دام عمر كويس يبقى انا كويسه. يعني مفيش دواء بيتاخد كده ولا كده من ورايا؟ اشرف، انا كنت باخد الادويه دي عشان انسى اللي انا فيه، انما دلوقتي خلاص ربنا رجع لي كل حاجه. الحمد لله يا حبيبتي. ما قلتليش صحيح، عمليه عمر اتكلفت كام؟ يعني المستشفى والدكتور والمرافق حوالي 250 الف دولار. خبر ده كتير قوي. مفيش حاجه تكتر على ابننا. ايوه بس انت جبت الفلوس دي منين؟ ورث من ابويا يا هدى. هو عمي الله يرحمه كان معاه كل الفلوس دي لدرجه ان كل واحد فيكم يبقى نصيبه كبير كده؟ بابا الله يرحمه كان تاجر كبير ومحترم وليه اسمه وسمعته، فمش كتير عليه ابدا بعد العمر ده كله انه يكون ثروه زي دي. سبحان الله. شوف الفلوس دي جات لك في الوقت المناسب. الحمد لله. يمكن من غير ما يحصل ده لا كنت قدرت تشتري القلب ولا تعمل العملية من أساسه. بس أنا ما اشتريتش القلب يا هدى. أمال جبته منين؟ هو ده الموضوع اللي أنا كنت عايز أكلمك فيه. موضوعي يا أشرف. يعني عمر عايش دلوقتي بقلب بنت عالية؟ أيوه، ولولاها الله أعلم كان جراله وجرالنا إيه. وبنتها ماتت إزاي؟ في حادثة عربية، ومن ساعتها ما شفتهاش. حرام، مسكينة. فعلا مسكينة، عاشت لبنتها بعد جوزها ما مات عشان تربيها وفي الآخر سابتها لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما بفتكرها ضميري بيأنبني وبحس بالذنب. وأنت تحس بالذنب ليه؟ لأني تقريبا كنت السبب في اللي حصل له. مش فاهم. عليا قبل الحادثة جات لي هي وحياة هنا، جات لي عشان تعرض عليا الجواز، وأنا رفضت وقلت لها إن أنا بحب مراتي وابني، وقلت لها كمان إني مؤمن إن هما هيخفوا ويرجعوا زي الأول، وكمان اتهمتها بالأنانية. نزلت منهارة هي والبنت. حصل اللي حصل. أيوة بس أنا مش فاهمة برضو، عليا كانت عايزة تتجوزك ليه؟ لأنها كانت مريضة كانسر، خافت تموت وتسيب البنت لوحدها. قامت بنتها هي اللي ماتت وسابتها لوحدها. بس هي ما كانتش أنانية، فكرت في ابننا عمر بعد موت حياة بنتها وهبته قلبها شايلتني جميل مش عارف ارده ازاي، وهفضل شايله في رقبتي طول العمر. الباقية في حياتك يا دكتور؟ حياتك الباقية؟ الحمد لله على السلامة. ها عاملة ايه دلوقتي؟ هي ورا ايام
انا عارفه ان الموقف صعب عليكي قوي، بس انتي لازم تحاولي تتغلبي عليه دلوقتي. بس انا عرفت انتي قد ايه كنتي تعبانه، واحنا ما كناش حاسين بيكي. ايوه بس انتي دكتوره بتعرفي اكتر مني، والمفروض ما تستسلميش زيي. مش بايدي صدقيني، حياتي كانت كل حاجه بالنسبه لي، حبيت نفسي وخفت عليها عشانها، تحديت الدنيا وما قدرتش تكسرني برضه عشانها، كانت الرئة اللي بتنفس منها والقلب اللي بيتحرك وبحس بيه. تفتكري بعد ما الرئة تموت والقلب يقف بقى لسه في حياة؟ القلب موقفش، القلب لسه بينبض ومستنيكي. هو عمر عمل العملية؟ عملها ونجحت ورجع أحسن من الأول كمان. مبروك يا هدى، ألف مبروك. الحمد لله. مبروك عليك أنت كمان، لأن من النهاردة بقالك في عمر زيي بالظبط ويمكن أكتر كمان. ما تقوليش كده، ربنا يخليه ليكوا وما يحرمكوش من بعض أبدا. وما يحرمناش منك، ده أنت السبب في اللي احنا فيه. أنت رجعتلنا روحنا، جمعتينا بعد ما كنا هنفترق، اديتينا امل في بكره. الحمد لله الحمد لله. عايزه بقى بعد كل ده يسيبك تعيشي لوحدك؟ كل واحد بياخد نصيبه يا هدى. علشان كده انا جايه لك النهارده وجايبه معايا نصيبك. نصيبي؟ ايوه نصيبك. انا جايه اطلب ايدك النهارده لأشرف جوزي. ياه وحشتيني قوي يا حياة، وحشتيني قوي يا حبيبتي. ايه ده ايه ده؟ الأستاذ بتاعنا نام؟ هاتيه بقى اما دخل قط. سيبيه شوية خليه ملفيني. ماشي يا ستي. انت عارفة أنا كل ما بشوف عمر وبلمسه بحس نفسه طالع ونازل، كأن حياة بنتي لسه معايا. ربنا يخليهولك، يخليهولنا كلنا. عشان كده أنا كنت عايزة أسألك رأيك إيه في العرض اللي عرضته عليكي؟ عرض إيه؟ عرض جوازك من أشرف، يعني نتلم كده ونبقى كلنا عيلة. أنا بشكرك يا هدى على مشاعرك دي، بس أنا مش ممكن أقبل العرض ده. أنا عارفة ومقدرة إن الموقف غريب شوية، بس دي أقل حاجة أقدر أقدمها لك بعد كل اللي عملتيه معايا. أنا عمر ما كان ليا أخت، بس أنا بجد حساكي أختي أوي. ده احنا أكتر من إخوات، أنا اتولدت على إيديكي من جديد. وتفتكري بقى بعد ما بقينا إخوات ممكن أقدر أو حتى يهون عليا إني أتجوز جوز أختي؟ يا ستي أنت زعلانة ليه؟ أنا موافقة. بس أنا بقى مش موافقة، ولو خايفة عليا من الوحدة فأنا بأكد لك إن أنا بيكو مش وحيدة. وطول ما عمر قلبه بخير وبيدق فده كفايه عليا، كفايه عليا قوي.